المسلمون المصريون في الولايات المتحدة يعتبرون شهر رمضان وآذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت فرصة كبيرة لإعادة الدفء إلى الروابط الأسرية والاجتماعية، مما يشعرهم بطعم الشهر الكريم، خصوصا مع ضغوط الحياة التي يواجهونها في بلاد المهجر. نفس التقاليد المصرية برضو هنا، وإخواننا المصريين كلنا محافظين عليها. الصلاة الجامعة مكتظة على الآخر في التراويح، ما فيش أي فرق خالص. المأكولات الرمضانية اللي كلنا متعودين عليها تقريبا بالكامل موجودة هنا بدون أي فرق خالص. الأكلات المصرية المحلية التي تذخر بها المائدة الرمضانية خلال الشهر الكريم لم تجذب إليها المصريين فقط، وإنما الأمريكيين أيضا، فقد أصبحت جزءا من حياتهم لدرجة أنهم يعشقونها ويفضلونها على طعامهم الأساسي. I love Ramadan because people go together every day, enjoy the food, and we really enjoy together each other. And the food I like, it's molokhia, what I cook, rice, lamb, macarona. حتى ذوي الحاجات الخاصة والأطفال من الجيل الثاني من المصريين الذين ولدوا على الأراضي الأمريكية يستمتعون بالشهر الكريم على طريقتهم الخاصة. هو بيفيل بأساس سعادة كبيرة جدا about رمضان، وان هو بيمارس العبادات، وان هو بيتعلم عن الدين في رمضان. الجو الرمضاني وطقوس الصلاة وتلاوة آيات القرآن الكريم هي إحدى أسباب السمو الروحاني مهما اختلفت الأجناس واللغات. For me, Ramadan is the food, the cooking, and the celebration and getting together. But for me, I think it's more of a spiritual connection. I think during Ramadan, during you meditate more, you're more aware of your own personal life, about a spiritual life that you have, a connection with God and a connection with your community as well. لم تغب برامج التلفزيون المصري عن متابعة المصريين في بلاد المهجر، حيث يعتبرونها إحدى علامات الشهر الفضيل. مهما اغترب المصريون عن وطنهم، إلا أنهم ما زالوا يؤدون ذات الطقوس التي اعتادوا على أدائها في مصر، الأمر الذي يؤكد أنهم ليسوا فقط جزءا منها، ولكنها جزء منهم. إبراهيم الجندي، النيل، واشنطن.